عارفه لما يصحى ويلاقي الباب مقفول هيعمل ايه؟ عارفه، بس اخوكي خلاص ما عادش الكلام نافع معاه. ايوه، يعني انت ناويه تحبسيه في البيت ولا هتعملي ايه يا ماما؟ انا هعمل اي حاجه عشان احافظ عليكم. يا ماما ما فيش حد بيعرف يحمي بني ادم من نفسه. لا، حماده يعرف وصلاح كمان يعرف، دول بيحموا البلد كلها. يا ماما مش انت اللي ما كنتيش عايزه ان صلاح يخش في الموضوع ده عشان الجوازه ما تبصش؟ انت بتغني على موالك، لما يجيب اخوكي من السجن حاجه ولما انا احكي له واشتكي له حاجه تانية. مفيش فرق، الاتنين زي بعض بالظبط. وبعدين انا كنت مرتاحه انك خرجتي صلاح من موضوع ابراهيم ده عشان مصلحتك. وخلي بالك لو اخوكي ضاع انت كمان هتروحي في الرجلين، مهما بعدتي ولا عليتي برضه هيفضل اخوكي، مش هتعرفي تخلصي منه. وانا مالي انا؟ اشيل ذنبه ليه؟ بلاش نقطر البلا قبل وقوعه. يلا كلمي صلاح واخته واعزميهم على العشاء. يعني انت عايزه تحبسي ابراهيم وكمان اجيب صلاح واخته على العشاء عشان اللي ما يشتري يتفرج؟ انا قافله على ابراهيم عشان لما يخرج اعرف، لكن انا مش حبساه. طب وانت هتلحقي تحضري للعزومه؟ هطلب دليفري من عند ام رضا. سعيد انا عايزه ارجع بيتي. مش هتبطلي النغمه دي يا عواطف؟ لا مش هبطل، خايفة. ما هو اللي حصل لعزة ده ممكن يحصل لنا ونكشف ونتمسك في أي لحظة. ما تخافيش يا ستي. يا لهوي اتمسكنا. يعني هما لو شافوك هيعرفوك انت كمان. خش جوه. حاضر. عماد ايه اللي جاب؟ جاي موتك واخلص منك. ايه يا ابني اللي حصل؟ الواد كلمها تاني يا سعيد. اتفضل يا حبيبي. يا حاج هاني، ما كانش فيه لزوم للمصاريف دي كلها. هو انا غريب؟ خير حمادة يا ابني. خير حمادة. طبعا ربنا يا رب يكرمه ويعوضه خير يا رب. امال الست سوسن ما جاتش معاك ليه؟ بتتدلع يا ستي، قال ايه تعبانه ودماغي مصدعه. قلت لها ريح انتي. تدلع ده ايه؟ ده انت اللي قلبك جامد. بعد العشاء هقوم اكلمها واطمن عليها. لا 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 مفيش داعي، هي سوسن كده دلوعه. انت حر انت واختك، لكن انا واجبه اطمن عليها برضه. امال ابراهيم فين؟ انا عايز اشوفه. ما هو العشاء ده عشان خاطر ابراهيم بس. انا هقول لك كلمتين وبعد كده اقوم افتح له. تفتحي له ايه؟ ماما قافله على ابراهيم بالمفتاح، اصل حصل كده حكايه امبارح بالليل. العربيه مش موجوده تحت. يا لهوي، يجو خرج من ورايا. الحقني يا صلاح، ابراهيم هرب. يعني ايه مش لاقيه؟ وانا كنت بعلف بقول اتفضل اتنايل دور على مطرح ما قلت لك. ايه القرف ده؟ يكون راح فين بس؟ مفتاح اهو. مش عايز فضايح ولا عايز مصايب يا هيما. عيب عليك، ده احنا اخوات. عد بقى الجمايل. ها عمال تقول لي اخوات اخوات، عد يا سيدي الجمايل اللي انا عمال اعملها معاك. طب اركب اوصلك. لا انا راكن عربيتي هناك. طب اتكل على الله. يا لا. بقول لك ايه، انا عايزك تخلي بالك منه كده، وعايزه يفك النحس اللي عنده. ها منال يا اوك، انا عايز الواد يفك. حاضر يا عينيا. سلام. شويه وهيفك. سلام. يلا ليلتك زي قلتها. بقول لك يا هيما، العربية الجميلة دي بتاعتك بجد؟ يا بت ده أقل عربية عندي. الله، دي جميلة قوي. بقول لك إيه، ما تيجي نلف بيها زيرو، دي جميلة قوي. إيه؟ إحنا هنطلع فوق نرتاح شوية وبعدين ننزل نلف. ليه؟ ما نريح العظمتين هنا، دي شرحة وبرحة وجميلة. ولا أنت مالكش في شغل العربيات؟ لا، عربيات لا. بسم الله، أنت إيه خضتني كده ليه؟ لا، أنا ما بحبش السياحة، أنا بحب أشتغل في صمت. أوكي ولا مش أوكي؟ أحبك يا أوكي لما تعوز تفوق. قشطة. انزلي. جميلة جميلة جميلة. يا خرابي.
جميلة جميلة حلوة يا بنت. يلا يا بنت المفضوح. يا لهوي يا لهوي، ايه الجمال ده؟ هو انتوا بتجيبوا الفلوس من اي حتة؟ ادخلي يا اخويا، نور النور بقى يا بنت. هي حلاوتها في الضلمة كده. لا يا اخويا انا بخاف من الضلمة، حاسة ان حد بيبص علينا. شكلك مالكيش في الرومانسية خالص. يا اخويا رومانسية ايه بس اللي انت بتقول عليها؟ ايوه كده. تعال يلا. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. طب يا اخي سلم الاول، ولا من ليه احبابه نسي اصحابه؟ يا لهوي مين دول؟ اصحابك؟ لا اصحاب اخويا. ازيك يا عصام بيه؟ ده برضو اللي اتفقنا عليه يا استاذ ابراهيم؟ ولا ده اتفقنا يا هيمه؟ شكلك بوظت كل اتفاقاتك. اديها حسابها عشان تمشي فيه بينا كلام. حسابي وصل. انت شكلك كده نحسك دقه. يبقى تعالى لي يا حبيبي على العنوان اللي اتفقنا عليه. ليلتك زي قلتها يا بابا. هجيلك يا منال. ولا ما تجيش؟ استني يا عروسه، رايحه فين؟ خير يا عنيا. بناخدها للباشا اللي عايز يشوفها. نعم؟ بقول لك ايه؟ فوق لنفسك واعرف انت بتكلم مين. ده انا منال. اوكي يا حبيبي. اوكي. ما خلاص بقى منال، بلاش فضايح، اتكل انت على الله. جابوا الخايبين نقر قبل النقر ما تغلى. اوكي. شفت لك سبت البيت ليه يا ابراهيم؟ عايز تهرب بفلوس اخوك اللي هي اساسا فلوس مصر؟ في ايه يا صلاح بيه؟ مش انت دلوقتي لا مؤاخذه خطيب اختي رسمي؟ وده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ يا باشا عن انت يرضيك نسيبك وزميلك واخو صاحبك يتعامل فيه كده برضو؟ اللي يغلط لازم يتعاقب يا ابراهيم. يا باشا انا ما غلطتش، يعني لما اسيب البيت عشان مخنوق شويه بقى غلط؟ يا ابراهيم يا حبيبي، احنا مش اتفقنا اي حاجه تعملها لازم تبلغني؟ ما تتعبش قلبي يا ابني. يا باشا هو ينفع يعني لما اتخانق مع الست الوالده اجي اقول لك؟ انت ما رضيتش تقول لي عشان ما اعرفش سبب الخناقه، وانا بقى اتعمدت اسيبك عشان اشوف ايه اخره السكه اللي انت ماشي فيها. سكه ايه يا صلاح بيه؟ يا صلاح بيه ثلاثه بالله العظيم، البنت دي محترمه وانا داخل على 30 سنه وعمري ما عرفت يعني ايه حب، عمري لا مؤاخذه ما عرفت يعني ايه ست. طب يا هيمه لو انت شايفها محترمه يعني ما تتجوزها؟